معي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي المختص بالشأن الإيراني مسعود الفاك. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد مسعود. وسهلا. لنبدأ بدفاع روحاني عن الاتفاق النووي الإيراني الذي لطالما امتدحه كثيرون. هذا الاتفاق إلى أي درجة سيكون في هذه المرحلة مهما، ربما أهم من حين توقيعه، ليجعل مزاج الناخب مؤيدا لروحاني؟ حكومة حسن روحاني خلال 4 سنوات، وكنتيجة لو كنا حتى نكون منصفين، كنتيجة للعقوبات الطويلة الأمد التي عانت منها إيران، لم يستطع أن يحقق شيئا إلا الاتفاق النووي. لذا يجب أن نقول بأن الاتفاق النووي هي الورقة الرابحة لحسن روحاني في حملته الانتخابية، ولهذا السبب نرى خصوم حسن روحاني ومنافسيه يحاولون ضرب هذه الورقة وإسقاطها من يده. لهذا السبب نرى قالباف يتهجم على الاتفاق النووي، ولكن إيران طول حياتها لم تستطع تحقق اتفاق نووي بهذه الميزات التي حصلت عليه. كانت فترة أوباما فترة ذهبية بالنسبة لهم، وأيضا حسن روحاني، وهم أيضا يعني اختلفت فترة الحكم مع روحاني وظريف وزير الخارجية، صحيح بشكل تام عن ما قبل. طيب بس أريد أن أسأل بالأرقام، كيف يمكن أن نتحدث عن انعكاسات هذا الاتفاق النووي على الإيران وبالتالي طبعا على المواطن الإيراني؟ أهم شيء بالنسبة للإيرانيين كانت الطيران الإيراني المدني الذي كان يعاني لأربعة عقود لا توجد طائرة جديدة في الخطوط الجوية الإيرانية الداخلية والخارجية، بينما في سبتمبر السنة الماضية وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على بيع شركة بوينغ، تبيع إلى شركة إيرانير 80 طائرة، وفي نفس الوقت نعرف بأن وزارة الخزانة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر أيضا لفرنسا بأن سمحت لهم بأن يبيعوا إيرباص لإيران، لأنه قطع من إيرباص هي مصنعة أمريكيا، لذا لا تستطيع إيرباص تدخل في عقد مباشر مع إيران لولا الضوء الأخضر الأمريكي. نعم. هذا عدد المقاعد في الطيران الإيراني تحول إلى 50,000 مقعد، يعني ضعفين المقاعد الموجودة. طبعا لو تم استلام الطائرات، لأنه هذه هي أيضا مشكلة، هل إيران ستستلم الطائرات؟ لأنه الترخيص سيكون إلى سنة 2020، إيران مضطرة بعد مرة تدخل في تفاوض حول مسألة استكمال شراء الطائرات، ولكن خلال هذه الفترة قد تستلم 15 طائرة. اثنين، إيران استطاعت أن تصدر النفط، والنفط نعرف هو المصدر الرئيسي للإيرادات الإيرانية. إيران كانت تصدر شيء حوالي 500,000 برميل تقريبا، ولكن الآن استطاعت أن تصدر أكثر من 4 مليون برميل، أخذت حصتها في الأوبك. حسن روحاني يحاول استخدام هذه الأوراق أمام منافسيه، ولكن يعرف من هم، وهي أوراق قوية، وأوراق قوية لأنه لا توجد أوراق أخرى. نعرف في أي، لو افترضنا جدلا بأن الانتخابات الإيرانية ديمقراطية 100%، لا توجد أي ورقة أفضل من الورقة الاقتصادية والحياة المعيشية للمواطن في الديمقراطيات اللي مشهورة في العالم، والذي شهده المواطن الإيراني بعهد روحاني طبعاً. يعني ليس فقط حملات انتخابية أو كلام على ورق. بما أنك ذكرت الديمقراطية، كم نسبة الصوت المواطن الإيراني، كم هي نسبة تأثيره؟ نعرف بأن إيران ما تسمى بالديمقراطية الإيرانية أو النظام الانتخابي الإيراني هو محصلة توافقات بين قوة مؤثرة داخل المجتمع الإيراني وقوة مؤثرة داخل هرم السلطة، التي هي الدولة، الكيان الموازي والكيان التنفيذي. نعرف نحن عندنا كيان تنفيذي اللي هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، وهناك الكيان الموازي أيضا داخل إيران الذي يتمثل في المرشد والمؤسسات المرتبطة به والحرس الثوري والأجهزة العسكرية التي يقودها المرشد الأعلى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية. هنا عندنا 3 أوراق: السلطة التنفيذية، الكيان الموازي، والشارع. محصلة هذه الأمور هي اللي تصبح مؤثرة.
الشارع ليست كالديمقراطيات الغربية، الشارع له الكلمة الأخيرة. قد تكون كما طبعاً. قالت المعارضة كما حدث في انتخابات 2009، والمعارضة والشارع اتهم الكيان الموازي اللي هو الحرس الثوري والمرشد بأنهم زوروا الانتخابات لصالح أحمدي نجاح إعادة انتخاب. نعم. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا هنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي المتخصص بشأن إيراني سيد مسعود الفك.